تفقد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة مركز الإمداد الغذائي بمدينة الشيخ زويد لتوفير وجبات الإفطار والسحور للأسر النازحة في قطاع غزة. أكد المحافظ على قيام المركز التابع للهلال الأحمر المصري بتجهيز 15,000 وجبة إفطار وسحور لأبناء قطاع غزة، مشيرا إلى قيام مؤسسة مصر الخير بتجهيز 7,500 وجبة أخرى. هنجهز ان شاء الله وجبات تقريبا يعني كده حوالي 15,000 وجبه كل يوم لصالح اخواننا في قطاع غزه. وجبات طبعا الفطار والسحور ويعني كل كامله، وانا كنت بتفقد المعدات والاجهزه، واهم حاجه حطيناها في الاعتبار هو احتياطيات الامن المظبوطه عشان خاطر نضمن استمرارية هذا المكان في العمل. احنا دلوقتي موجودين في مركز الامداد الغذائي التابع للهلال الاحمر المصري، اللي احنا بدأنا الحمد لله لاخر تجهيزات لدخول الوجبات الساخنة لقطاع غزة والاسر المتضررة من الازمة الفلسطينية. في الهلال الاحمر المصري احنا في المرحلة الاولى احنا بنبدأ نضغط لاعداد وجبات سخنة بالاضافة للخبز وكذلك وجبات السحور لتكون رسالة امل مننا في الهلال الاحمر المصري لاخواتنا في فلسطين مع بدء شهر رمضان.